فابريغاس سحب الهدفين، الكرة بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر، والرابع يا شباب، الرابع يا شباب، ومايوركا الليلة يعيش كل العذاب. تيتو فيلانوفا يحضر على الرباعية في انتظار أن تعرف المباراة نهاية دراماتيكية لفريق جسر البليار اللي عاين كل الأضرار خارج الديار. يسارية أمريكية جنوبية لأليكسيس سانشيز تعجل بسقوط مدوي لفريق جزر البليار. 4-0 مشاهدينا متابعينا، ليلة من ألف ليلة وليلة لعشاق الكرة الجميلة.